هنا درميلة أو سوق التمر بالجملة في الدار البيضاء، إقبال كثيف وعرض وافر، والمناسبة شهر رمضان، فالتمور لا تستمد أهميتها فقط من فوائدها الغذائية بل من اندماجها في العادات والتقاليد المغربية خلال شهر رمضان، خاصة عند استقبال الضيوف، فضلا عن وضعها أمام أبواب المساجد ليفطر عليها الصائمون عند صلاة المغرب. ورغم أن أسعار التمور لا تشهد انخفاضا في هذا الشهر، إلا أن الإقبال عليها في تزايد. الحمد لله تزاد في قبال، وكاين الحمد لله الكميه كاينه موجوده، وكاين الجوده الحمد لله، لا من تونس لا من الجزائر لا من مصر لا من الاماراتيه. تنجابوا على طريق الميناء وعندها مكان التبريد، عندنا لي فريغو الحمد لله تتبقى فيه واحد نتو في البرد، وتنخرجوا الحمد لله بجوده عاليه ان شاء الله. انا بصفه خاصه اخترت التمور المغربيه لا لشيء، لانها عندها طعمها خاص، والامور اللي كاين دابا باستثناء التمور الاخرى لا الجزائريه ولا التونسيه ولا العراقيه وما شابه ذلك. كاين التمر جزائري وكاين تونسي وكاين مغربي، هادو بثلاثة متضامنين مع بعضياتهم، وكاين التمور الإماراتية والسعودية، المهم الحمد لله موجودين. هناك من أصبح يقول ساخرا أن التمور تأتي في كل رمضان لتحيي الاتحاد المغربي المتجمد، حيث تتجاور التمور الجزائرية والتونسية والمغربية جنبا إلى جنب لتلبي رغبة المواطن المغربي الذي يعشق التمر دون اكتراث لموطنها. رغم الجهود التي تبذلها السلطات المغربية لمنع تهريب التمور الجزائرية عبر الحدود ونجاح مصلحة الجمارك مؤخرا في ضبط آلاف الأطنان من هذه التمور قبل دخولها إلى البلاد عبر الحدود مع موريتانيا، إلا أن التمور الجزائرية تجد لها مكانا مميزا داخل الأسواق وعلى موائد الإفطار المغربية. هذا الواقع يرى كثيرون أنه يجب التعامل معه على الأقل من الجانب الصحي، خوفا على سلامة المواطنين من التمور التي قد تفسد. مثلا التمور في رمضان كيكثر عليها الطلب، وملي كيكثر الطلب كيولي هذاك المورد اللي عنده هاجس واحد اللي هو هامش الربح كيقلب على حتى حاجه، لا جوده ولا منين جاي ولا كيفاش داخل البلاد. وبعيدا عن التمور المهربه، فان المغرب يلجا لاستيراد التمور من الخارج لمواجهه الطلب المتزايد عليها خلال شهر رمضان. وتشير الاحصاءات الرسميه الى ان حجم واردات المغرب من التمور خلال الربع الاول من العام الجاري ارتفع ليصل الى نحو 23 ألف طن. يوسف شكري، الحره، الدار البيضاء.